يبقى عندنا مسألة حدود النظر. ينظر إلى ماذا؟ باتفاق العلماء على أن النظر إلى الوجه هذا هو المشروع باتفاق العلماء، اختلفوا فيما غير الوجه. فذهب فريق من أهل العلم إلى الوجه والكفين، قالوا لأن الوجه هو مجمع المحاسن، يدل على محاسن المرأة، وأما الكفين فيدلان على خصوبة بدن المرأة، خصوبة بدن المرأة. من أهل العلم من ذهب إلى أنه ينظر إلى كل ما يدعوه إلى نكاح، فتوسع بعض الفقهاء توسعا حقيقة يعني يصل إلى المبالغة والقبح أيضا، حينما قالوا كل ما يدعو إلى النكاح، هذا حقيقة يعني حتى نصرح بأشياء لا تليق. يبقى قضية ما يدعو إلى النكاح الأجنبية، ولذلك يعني الراجح من أقوال أهل العلم أنه ينظر إلى الوجه لأنه مجمع المحاسن، الكفين يدلان على خصوبة بدن المرأة، ينظر إلى شعرها لأن الشعر مقصود، فإذا رغب أن ينظر إلى شعرها له ذلك، ينظر إلى رقبتها مثلا، إلى قدميها، إلى ذراعيها مثلا، هذا أيضا كله مما هو مقصود، فيجوز، يجوز ذلك. طبعا الآن أغلب الناس يرفض هذا الشيء بالنسبة لبناته وأخواته، يعني وفي من الناس من تتحكم فيهم عادات. طبعا أنا أجزم يقينا بأن ما في أب يرضى أن يقول والله تعال شوف رقبتها وشعرها وذراعيها، لكن الرجل ممكن أنه عن طريق والدته والدتها، يعني مثلا تدخل، إذا يدخل عليهم في البيت وتدخل عليهم البنت مثلا كاشفة شعر رأسها ما في بأس، أو تضع نصف يعني النصيف مثلا، تضع الشعر أو الوقاية على نصف الشعر مثلا وما في بأس تظهر الرقبة إذا احتاج إلى ذلك. بعض الأزواج يقول لا أنا ما أنا يكفيني الوجه فقط أو الكفين، أيضا له ذلك.